نروح دلوقتي مع حضراتكم للميا تقولينا اخر اسعار العملات والذهب وكمان المرور. شكرا ليكي هدير. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار امريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63. اليورو سعر البيع فيه 19.15 والشراء 19.8. جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.87 والشراء 21.78. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.78 والشراء 19.71. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.75 والشراء 2.73. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.52 والشراء 63.25. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.34 قرش. ومن العملات الرسمية لأسعار الذهب النهاردة هنشوف عيار 18 سجل النهاردة سعر السوق 946 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1104 جنيه للجرام، عيار 24 1262 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه النهاردة 8832 جنيه. ونكمل مع شاذلي وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا مصر.